ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. والمعنى ديال الآية سادة الكرام أنه بعد المرات ربي تيعطينا شي حاجة اللي كنكونوا باغيينها وبشدة، وفي نفس الوقت كيمنعها علينا، وغير حنا تنفهموا باللي أنها راه ماشي لينا وما خصهاش تكون لينا، وخا تعطات لينا تنكونوا في الأخير ربحنا كل شيء، لأنه هنا كنفهموا المعنى نتاع ربما كون خديناها غادي نتدمروا فيها. تبعوا معي حكاية الليلة، جد مفيدة وفيها عبرة قوية اللي يمكن لك تطبقها على بزاف ديال الأمور في حياتك، وإذا فهمتيهم فهمتي كل شيء. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف العاده، باش تحاربوا معها الملل، باش تستافدوا معها، وباش تديوا الاجر في انكم تصدقوا كلام طيب على اصحاب الحكايه. شكرا هو اللي على الحكايه نتاع البارح اللي عجبت جلكم، واللي التعليق لدابا مازال باقيين تيوصلوني وانا كنهضر معاكم، كيطلعوا لي في التليفون اللي ما كاينش فيكم اللي ما تعاطفش معاكم مع فاطمة الزهراء. ولكن الاهم من هذا انه كلكم عجبتكم النهايه، الحمد لله، باش تعرفوا انه ربي ما تيخليش العباد ديالو. هذه هي المعنى نتاع وفي المنع عطاء. باش نفهموها اكثر خليونا ندخلوا في حلقه الليله. ما تنساوش هو الاول انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود ولكن تيدير معايا فرق كبير، وكتشكروني به على المجهودات اللي كندير لكم. فخلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. انا سعاد اختاريت نحكي حكايتي باش اللي سمعتها تستفد منها وتفهم بزاف ديال الحوايج اللي حتى كيدوز عليهم الفوت عاد كنفهموا الغلط والحكمه وفاش كنا غارقين لو كان ربي يستر فيهم. مختصر مفيد، كبرت وسط عائله اللي هي عاديه، ماما ربت بيت ومن اطيب الخلق الله، سكوتيه وما كتعرفش تخرج العيب. اما بابا خدام عادي في شركه صغيره على قد الحال، والشخصيه ديالو قاسحه بزاف، من نوع اللي هو النرجسي المستبد، بحكم انه فاش كان صغير عاش الحوايج اللي كانوا قاسحين. فاش كان صغير با كان كيجري عليه وكيضربو، فهو عوض ما انه يصلح اللي عاش ويعيش لولادو شي حاجه مزيانه كيعيش لهم داكشي اللي داز عليه، اللي ما قدرش انه يتجاوزو، ما قدرش يتجاوز الماضي ديالو، وتيدير نفس الحاجه لينا. عقل انه كنا صغار وكنت غير انا واختي، كنا كنشوفوا ماما كتضرب وما كنا كنقدروا نديروا لها حتى شي حاجه. كنت نعقل انا واختي كنا غير كنشوفوا فيه وخايفين، كنت نعنق اختي وغير كنشوفوا وخايفين، على اقل حاجه كنا تناكلوا العصا، كنا مزيرين بزاف، كنت انا هي الكبيره. استمرت الامور بحال هكا، قريت حتى لقيت راسي ما عجبنيش الحال وسقطت في التاسعه وعاود سقطت، وهنا قررت باش انا نخرج. من بعد غادي ندير ديبلوم في واحد المدرسه اللي شديته، خرجت وبديت كنخدم حتى الكورونا. غادي تقلب ليا حياتي راسا على عقب، غادي نجلسوا في الحجر الصحي والاب ديالي غادي يجلس معنا حيتاش كنخدم بعيد علينا، وهنا فين غادي يبداو الاحتكاكات، غنبداو اننا ما مولفينوش معنا الا اذا كثر وجا شي سيمانه ولا 3 ايام ولا 4 ايام كاع وتيمشي فحالو. كنا كنصبروا معاه وكنصبروا عليه بالو بيد ما كيمشي، ولكن في الحجر كثروا المشاكل وكثرت العصا. كنشوف خوتي تياكلوا ديك العصا اللي كانت على اقل حاجه، امك اللي كتهان قدام عينيك، وهذه كانت اكثر حاجه اللي كضرني. والمشكل الكبير اللي كان عندي انني انا ما كنتش من النوع اللي تيسكت، اذا وقعت شي حاجه تندافع، كيف وقعت في حقي ولا في حق ماما ولا في حق خوتي ما كنقدرش نسكت عليها، كيخصني ندافع ونخوي اللي عندي. في الاول بقيت تنسكت وتنرد لخاطري وما بقيتش ناكل، تنشوف دوك المشاكل تنطلع لبيتي كنسد عليا، ما نجلس معاهم ما نشرب ما ناكل. ماما كتخاف من بابا بزاف كثر ما كتخيلوا، وانا جالسه معاهم في نفس الدار لمده شهر ما كنشوفهمش. تيقوني اذا قلت لكم قرعه ديال الماء كانت كدوز معايا سيمانه في البيت، جرح راسي واحد الرالونج ديال التليفون والويفي، هذيك هي كانت حياتي انا ذاك. كنت كنشرب الماء وتنحس براسي بلي انني شبعت بحايله ما عرفتش شنو كليت. تا واحد النهار واحد صاحبتي كانت حدانا جات عندي قالت لي نوض تخرج يا سعاد. انا فاش خرجت معها كنت كنسخف لها في الزنقه، ديك الساعه جابتني للدار وبدات تقول لدارنا راه خصكم ديوها في بنتكم، راه في طريق الموت، راه ضعفت، واش ما كتشوفوش الحاله ديالها كيفاش دايره، ما كتاكل ما كتشرب، وراه سخفات ليا حتى تجمعوا علينا عباد الله هما اللي جابوها معايا. ناضوا دارنا داوني عند طبيب وقال لهم بلي عندي اعصاب في المعده وراه داخله في واحد الحاله تاع اكتئاب اللي هو حاد. عطاتني طبيبه الدواء وبديت كنشربو حتى وليت شويه بخير، وتما عاوتاني فين غادي ندخل لمرحله واحده اخرى من حياتي، واللي من هنا عاد كتبدا حكايتي. غادي نتعرف على واحد السيد اللي كان ساكن في الحي قريب منا،
هذاك الولد كان تيجي عند واحد السيد اللي حدانا اللي كان صاحبه، وكان شافني وكان تيتبعني وتيحاول انه يدوي معايا، وما كنتش كنتسوق ليه. غادي يوقفني واحد النهار وغادي يقول لي عافاك اختي اعطيني فرصه انني ندوي معاك فيها. بحكم انه كان خدام في مدينه كبيره وحنا كنا ساكنين في مدينه صغيره، وبحكم دوك المشاكل اللي كنت عشت مع بابا، وبحكم العصا والاهانات، ومع بابا اذا ما درتيش ليه غير داكشي اللي بغى تيبدا يمن علينا، هذه داري بوحدي. اولا مثال بسيط، اذا قال لي غير هزي ديك القرعه وحطيها تما ورفض وقلت ليه لا راه بلاصتها تما، تيبدا يقول لينا هذه داري وانا هو مولاها، واللي قلت لكم خصكم ديروه ما تناقشونيش فيه، واللي ما عجبوش الحال يخرج منها، هذه داري انا خصكم تفهموها. يعني بحكم كاع داكشي اللي عش والنقصان ديال الحنان اللي كنا محتاجين من عنده هو كأب ما كاينش. فبدا كيبان ليا في داك الشاب اللي تبعني هو المنقذ ديالي، بدا على تواصل معايا وكان خدام مع الدوله، وبقى عليا انا باغيك الزواج وما باغيش نتفلى عليك، تسناي غير يعطوني رخصه نتاع الزواج ونجي نخطبك، غير تسناي معايا واحد شي شويه. بقيت كنتسناه، علاقتنا كانت مزيانه، وبحكم انني ما كنتش متعلقه به فكنت كنخرج كندير اللي بغيت، حتى وليت مربوطه به بلا ما نحس. هو هنا فاش حس بهذا الامر حاول باش انه يملكني، فبدا كيفرقني على صحاباتي على عائلتي، وما بقيش كنمشي مع حتى شي حد. تخيلوا حتى الخروج مع ميمتي حبسوا عليا، اذا قال لي ما تمشيش ما خصنيش نمشي، لدرجه انه هو تيبان ليا غادي ينقذني من المشاكل من بابا ومن دارنا. دابزني مع صحاباتي وخرجت من الخدمه وليت جالسه النهار وما طال في الدار، كنتسنى غير المكالمات ديالو، واذا غير قلت ليه انا فين تمشيتي اولا فين كنتي تيقلب عليا كلشي وما تيبقاش باغي يهضر معايا. وانا كنمشي كنبقى نطلب فيه عافاك عافاك، حتى النهار اللي غادي نقول ليه يا الزواج يا اما الله يعاونني ويعاونك. واحد النهار صنع عليا وقال لي راني يا سعاد دويت مع الوالده ديالي وراه قلت لها بلي انني بغيت نخطبك، بغيت نخطب واحد البنت من الحومه، وقالت لي واخا وليدي غير تجي نمشي نخطبها لك. انا فرحت وجا للمدينه ودرنا باش اننا تلاقينا، وقال لي صافي وجدي لي راسك سعاد راني دويت مع الوالده ديالي. فرحت وما قدتني فرحه، مشيت قلتها لماما تقدينا كانوا خاصنا شي معينات ايوا داكشي اللي غادي نحطو ليهم. نهار قبل اللي اتفقنا باش انهم يجيو صونيت عليه، فلان الله يعطيك الخير لما تاكد لي مامتك واش جايه معاك غدا ولا لا. قالها ليها، قالت ليه لا ما غاديش نمشي معاك، وانت باقي مازال ما قادش، وانت يلا خدمتي وباغي تزوج وباقي مازال صغير، وغير صبر مالك باغي تخطبها من دابا وتحسبها عليك من دابا، خليك حتى تشوف واش تفهمتوا بعدا لا تمشيو تفرقوا من هنا لغدا. ايوا شنو غادي نقول لكم، فاش قالها ليا بقى فيا الحال حيت خوا بيا وانا وجدت وعلمت خالتي والعائله باش انهم يجيو يحضروا معايا، في الاخير خوا بيا ما عجبنيش الحال، ولكن قنعني فاش كان دوا معايا بدا تيبكي وقال لي راه دارت ليا ميمتي وخوات بيا وانا بنت بحال شي دري صغير مع عائلتكم، ودابا حشمت منك وحشمت من عائلتك. ما علينا، صدقت انا اللي صبرته وقلت ليه شوف فلان انا عمرني ما غادي نتخلى عليك بهذه السهوله، وبقيت معاه. دازت مده خفيفه وقالها ليها رفضات، وعاود دازت مده وفكرها ورفضات حتى ما بقيتش قاده انني نصبر. دابزنا واحد النهار سولته على موافقه تجي، قال لي راه دويت معاها وقالت لي راك فلان باقي عليك الحال. قلت لي واش انت ما غادي دير والو باش انك تقنعها، قال لي لا وانا ما بغيش نخسر امي، وانا نقول لي صافي الله يعاونني ويعاونك ولد الناس. دابزت معاه تفارقنا الله يعاون الله يعاون، وكل واحد مشى في حاله، ما تيقش بلي انني تخليت عليه بديك السهوله. انا قلت ديك الهضره غير في لحظه غضب حيت طلع ليا الزعاف، منين رجعت للدار وبردت وليت كنصوني عليه بدا كيقطع ليا وما تيجاوبنيش. بعد مرات كنخرج وكنتلاقى معاه كيدير راسو بحال ما شافنيش اولا ما تيعرفنيش، قلب عليا قلبه وحده قال لي انا توصلي تهضري على امي، انا جبدي لي امي وانا ربي شاهد عليا، ما قلت لي حتى شي حاجه على امو من غير راه هي ما باغاش وراه غير كتجرجر فيك ديك الهضره، واخا حتى البلاتي انت باقي صغير نانا نينا نانا، اما هي ما كانتش باغا حيت الزواج فلان راه هو حريتك الشخصيه، كنت صغير ولا كبير انت اللي كتقرر مادام عندك خدمتك ومستقل بذاتك. تفرقنا ودازت مده ما بيناتنا، حاولت نوقف على رجلي واخا تعذبت بزاف لانني تعلقت به مرضيا، كان تيغبر عليا واذا ما عرفتش اخباره كان بغين حماق. هو كان تيبان ليا تيخرج تيضحك عايش الحياه ديالو ما مسوقش، حتى انا حاولت باش انني ندبر على خدمه من اول وجديد حتى النهار اللي غادي يسالي ليه الكونجي وغادي يمشي في حاله وغيبدا يصوني ليا ويبدا يصيفط ليا ميساجات عافاك سمحي ليا سعاد وانا راني تنبغيك وراني تنحماق عليك وراه غير كنت معصب وهادي وهادي وهادي. قلت له ما غادي نرجع معاك ما والو، عاوتاني دابزت معاه وبدلت النمره ديال تليفوني وكل واحد مشى في حاله كل واحد مشى مطريق، حتى لواحد النهار من جديد غادي نكون جايه من الخدمه بالليل
وهو كان غادي لدارهم وانا غادا لدارنا حتى كنتلاقى معاه. انا شفته من بعيد ودرت راسي بلي انني ما شفتوش وحاولت نخالف الطريق عليه. غادي يوقفني: سلام، لاباس عليك سعاد، كلشي مزيان؟ الحمد لله خويا، كلشي بخير. غادي يقول لي منين جايه؟ زعما حاولت انني نبان عليه ونبين ليه بلي انني راني تخطيت داك الحزن وليت بخير وما بقيتش في الدار جالسه كنتسناك، حيت كان ديما وقت ما رجع كيلقاني كنتسناه، كيدابز معايا وكيدير لي الصمت العقابي، وكنبقى كنصوني ليه وما كيجاوبنيش، كان ممرضني في حياتي. فاش قال لي منين جايه، قلت ليه من الخدمه، قال لي صافي وزدت في حالي. هو بقى يشد في راسو الوقت ما عادش تنخرج، والطريق اللي وليت كندوز منها وبلي رجعت لخدمتي والحياه تستمر. مشيت للدار، دازت 3 ايام بالحساب وانا جايه في الطريق غادي نلقاه بلي انه تعرض ليا. قال لي اقسم بالله سعاد، وما عطيتيني وقت وما دويتي معايا، ما غاديش نمشي لداركم اليوم. انا راه ما عنديش مشكل ما نمشيش لدارنا، شوفي انت غير دابا غادي توقفي تسمعيني شنو غادي نقول لك ولا ما غاديش نخليك تمشي. مشينا جلسنا في واحد الجريده تما وسولته شنو بغيتي، تحنا على ركابيه وبدا كيطلبني. انا راه ما قادش نعيش بلا بك سعاد، انت هي كلشي وعمرني ما شفت من غيرك، وبغيتك انت تكوني معايا، وكان وعدك غادي نجي نخطبك هذه المره وغنحارب كلشي على قبلك، وراني عرفت الغلط اللي درت وعرفت كلشي على حقيقته. ولكن للاسف غادي نثق به، وخصوصا دوك الايامات كنت مناقشه مع بابا وما كندويش معاه، وباش نهرب من با غادي نقول لهاد خينه صافي واخا ان شاء الله، وغادي يقنع مالي ندارهم. ما عرفش صراحه واش في الاول كان تيكذب عليا بلي انه ما عمرو ما قال لامو شي حاجه، اولا هو اللي ما كانش مساعد. المهم واش فعلا تناقش معاهم حتى وافقوا، المهم هما جاو وخطبوني، ولكن ما خطبوني، بمعنى ما جابوا معاهم والو من غير السكر والحليب. وبحكم العادات نتاع ديك المدينه تيجيبوا اللبسه لبنيتها والسكر والحنه والفاكهه، هما جابوا غير الحليب والسكر بحال جايين يزوروا شي مريض. درت فيه شنو هاد الشيء، مش زاد الحنه والتمر فقط، ما حمروش ليا وجهي ولا حتى وجههم. جاوبوا مع بابا اللي قال لهم غير الله يسهل عليهم، انا ما غاديش ندخل باش انني نقول لكم عطوني في بنتي، انا بنتي ما كنبيعهاش، تفاهمي هي والخطيب ديالها واللي بغاو الله يسخر ليهم. مشاو وبقى كيزنزن عليا: خرجي من الخدمه، انا راني قد بك، انا غادي نعطيك اللي بغيتي، انا راني دابا رشمتك وخاطبك. كانت عندي خدمه واعره وخرجت منها وبقيت جالسه في الدار من اول وجديد. ايوا، وعادت حليمة لعادتها القديمة، رجعنا كيف الاول. بديت نفخ عليا، يدابز معايا، يقلب عليا بالسيمانات والشهورة، وقعوا بزاف ديال الحوايج اللي باختصار مفيد تهانيت فيهم. تهانت فيهم كرامتي، كرامت بابا، وحتى كرامت ماما. ولات امو كدوز وكتقلب وجهها علينا، ما كتهضرش معانا. واحد النهار غادي نجي لعندها، بدات تقول لي ما تبقايش تعذبي راسك تجي، راه ديك خيطي زيطي انا ما عنديش معاها، داكشي باش حتى انا ما كنجيش وجا مع رجلي. قلت لها واخا لالا مقبوله منك، ولكن فاش ولات كتلقى والديا ولات كتقلب وجهها. انا غادي نهضر مع ولدها: اخويا شنو هادشي اللي كدير امك، راه حشومه، انا ما عارف والو اختي، انا ما عرفت حتى شنو هو المشكل. ايوا راه خصك تعرف شنو المشكل، ولات كدوز وكدير بحال هكا وعمرها حتى ما جات تطلع علينا، راه حشومه. غادي يوصل العيد وكان خصها تصيفط ليا التفكور، وكان قال لي ها شحال صيفطت لميمتي، خرجي معاها تشري لك داكشي اللي بغيتي. داتني معاها فعلا وقالت لي: اسمعي سعاد، راه ما عنديش فلوس بزاف، اختاري حاجه وحده من شنو اللي بغيتي. بقيت غير تنشوف، هانتني اهانه اللي هي كبيره، وهذا الشيء ما قلتوش ليه. قلت ما كاينلاش انني نكذا عليه ويبقى فيه الحال، وما يرضاش انه يصيفط لي الفلوس ومتصرف ديك الطريقه. فهاد المده غادي يوقع لنا مشكل كبير مع بابا، وصلت للعائله ودخلوا الجيران تيفكوا فينا. فهاد المرحله هزيت حويجاتي وخرجت من الدار، مشيت عند صاحبتي دويت معاه وقلت ليها شنو وقع ليا: عافاك سربي، اجي باش نديروا العقد ديالنا. قال لي واخا فلانة. دازت شي ايام، ها هو بدا كيتقلب عليا وما كيهضرش معايا، اذا صونيت ليه تيقول لي ما مساليش شنو وقع والسبب الله اعلم، واش بانت ليه شي حاجه ولا من مالين دارو الله اعلم بهذا الامر. بقيت كنصوني ليه ما كيجاوبنيش، وصفت ليه ميساج قال لي سعاد راني بغيت نقول لك ما غاديش نكملو. صدمني، او كيفاش شنو هذا الشيء؟ صيفط لي سكرينات ديال الحساب ديالي اللي عندي في تيك توك، علما انه حساب لي هو عادي جدا وما فيهش حتى الفيديوهات وغير كنتفرج. قال لي حتى انت وليتي كديري تيك توك؟ اي هاي هاي هاي، والله يهديك فلان، واش منيتك؟ مع كان خسر لي التليفون ديالي شحال هادي وجاب لي واحد اخر جديد، وكان هو حدايا هو اللي غادي يصيب لي كاع لي كونط بيديه وحتى داك تيك توك. فاش قلت لي راه انت اللي درتيه ليا، واش كتقلب غير على مدبزه؟ دخل شوف اشنو كنشوف وشنو اصلا دخل عندي. بديت كنقول علاش هاد خاينه دار ليا بحال هكا. دخلت عنده الكونط ديالو، دخلت قلبت عليه في الكونط ديالو، وتصدمت فاش لقيته فاش كيتفرج.
غير المسخه عزكم الله، وكيتفرج في دوك مالين روتيني اليومي اللي تيحطوا القطع من الاجساد ديالهم بحال شي سقيطه. صيفط ليه وقلت ليه هادشي علاش دبستي معايا، شوف انت معايش ابوني ومعاش انا ابوني. قال لي نجيك من الاخر ماشي شغلك نتفرج حتى في منيتك. علاش كدوي معايا بهذه الطريقه؟ راني ما درت لك والو. شوفي الله يرحم ليك الوالدين سعاد، انا وياك صافي سالينا. بديت نبكي عليه، درت العزو، قول لي غير السبب، كنحزر وكنصون عليه وكيقطع عليا، كيكتب لي غير ميساجات، تنسولو الله يسهل عليك، غير قول لي شنو انا درت لك، واش اديتك؟ الا لا، انا ما تليش باغي كاع انني نكمل معاك، بغيت نحبس هاد المهزله كلها، ياك؟ دابا ولات مهزله، ولكن راه ماشي من حقك انك تاخذ هاد القرار بوحدك، راه حنا زوج ديال الناس، عييت منطلب فيه، ونرغب، في الاخير قلت ليه، صافي هادشي اللي بغيتي؟ واخا، الله يعاونك، مشى. انا طلعت للسطح بديت نبكي، وحيتاش عييت ما نجرب معاه مسحت دموعي، توقت جمعت الوقفه هزيت راسي وقلت هذه اخر مره سعاد غادي تبكي على قبل هاد الشماته، واخر مره غادي تبقاي كتشوفي فيه، واخر مره غادي تدوي معاه، ودابا راه سالينا. صوني ديك الساعه على واحد صاحبتي اللي كانت في مدينه واحده اخرى، وقلت ليها عافاك فلانه راني بغيت نخدم، دبري ليا فشي خدمه فين ما كانت، واخا تكون حتى جفاف انا بغيت غير نخرج من هنا. 3 ايام بعد هو تيصوني ليا ما جاوبتوش، غادي يصيفط ليا ميساج انا اللي حمار كنصوني عليك ومنين ما بغيتيش تجاوبيني سيري عاودي لراسك. ما جاوبتوش دخلتو. البنت صونات ليا وقالت لي طلعي لعندي راني لقيت لك خدمه. هانيئا لك. سامحت انا بابا جمعت حويجاتي وخرجت من ديك المدينه وبديت الخدمه وليت بخير الحمد لله. خدمت على راسي، جمعت فليساتي، لبست، خرجت، ضحكت، بدلت التليفون، درت كاع داكشي اللي كنت باغا نديرو. الحمد لله وليت بخير في صحتي في دماغي ونسيتو، وما بقيتش كنحس من جهته حتى بشي حاجه. لدابا كيوصلني الخبر بلي انه تيقلب عليا وكيسول عليا، ولكن انا قطعت ما غاديش نعاود نفس الخطا، لانه انا اليوم تبدلت الفكره ديالي، وليت نقول انا حاليا خاصني نزيد نخدم على راسي، نكمل قرايتي، خاصني نوصل، خاصني اللي يحترمني اللي يقدرني واللي يدفعني باش نوصل، ماشي اللي يزطم عليا باش نهبط. الزواج باقي بعيد، حيتاش راني مازال في بدايه نتاع العشرينيات ديالي، والحياه قدامي، ولائحه الاحلام ولات عندي طويله، علاش غادي ندفن راسي مع واحد ما خدامش ليا، فيها خير حيتاش مشى. كنت باغاه ولكن ربي وري ليا كون غادي نكمل معاه شنو غادي يوقع ليا. ربي عارف انني غادي نعيش معاه غير التعاسه. وهنا في المنع عطاء، انسان اللي ما عرفت حتى الشخصيه ديالو، واش ولد امه، واش زهواني، واش شخصيته من عدمه، واش نرجسي. استفدت انه ايضا واخا الوالدين يكونوا قاسحين ولا خايبين، الله اعلم الظروف اللي حولتهم لهذيك الشخصيه، ولكن راه ما كاينش بحالهم واخا تيكونوا قاسحين، لانه في الاخير داركم كتبقى داركم واخا تمشي فين ما مشيتي، وهذه هي حكايتي. غلط اخر كنت درتو كبير، وهذه كنبغي ننصح بها البنات انهم ما يديروهش. عافاكم بقاوش يعاودوا مشاكل اللي لدارهم، حيت هاد النقطه كتولي تستغل ضدك من بعد. انا الغلط اللي كنت درت كنت كنعاود ليه كلشي، بابا دار لينا، بابا خوتي لينا، بابا طلبت ليه فلوس ما عطانيش، بابا خوت على ماما، بابا قال لي هاد الهضره قصحتني جرحتني، بابا كدا. هو كان كيقول لي لا ما خصوش يدير بحال هكا حشومه وحيدي، وانا كان كيعجبني ديك الهضره وتنقول صافي هاد السيد ما غاديش يعيشني هادشي اللي كان عايشيني هو حنين. صافي وليت كنشوف هو العالم كامل، وصافي ولا دابا هو استغل ديك الفرصه. عرف بحال قلتي كيقول ليه، كيقول هو هادي هرب من عائلته جات عندي صافي، ما عندها فين تمشي، ما عندها فين تهرب مني، انا عاملها كيف ما عاملتها غتبقى معايا، كيعاملني بطريقه خايبه ما عنديش مشكل، كنتخاصم معايا كنبقى نحزرو، كيغوتي عليا كنبقى نحزرو، كنقول ليه غير شي هضره كيقطع عليا الهضره بالسيمانه بالشهر، وانا اللي كنمشي نصيفط ليه وما كيتسوق لياش، كيخليني صدات ديالي معلقين، كيقولها لي راسو هو عاد كيجي تصايح معايا، وكنتقبلو بطبيعه الحال كنستقبلو بالشوق والاحضان. فهمتي يعني هذا مشكل اخر، يعني فاش كتبقى تعاودو للراجل المشاكل ديال داركم هو كيستغل داكشي، واحد النهار كيولي يعيركم به. وهذه هي كانت حكايه سعاد يا ساده يا كرام. واش فهمتوا معايا في المنع عطاء؟ انه كتكون شي حوايج اللي كتمناهم وربي كيعطيك واحد شويه منهم تجربهم، من بعد فاش كتذوق بلي ان ديك الحاجه راه ما خداماش ليك تيولي في هذا المنع
عطاء، كتقول حمدتك يا ربي وشكرتك، منين فيقتي ليا قلبي ووقتيني وعرفت بلي ديك الحاجه راه ما كتصلحش ليا. داكشي باش نقول ديما انه ربي فين ما تيعطينا شي حاجه وما تيسراتش لينا، واخا كان بواب اعماق قلبنا، خصنا نفهموا بلي انه راه ما فيهاش خير لينا، حيت حاشا ولله ان ديك الحاجه تزيد بينا القدام وربي يحبسها علينا، حيت ربي ما جابنا لهاد الدار نتاع الدنيا الا وهو تيبغينا، ماشي حرمنا. ولكن اذا دقنا ديك الحاجه تقدر تسبب لنا في شي تعاسه، تقدر تأدي بينا شي كفر الى ما اخره. اذا اليوم انت كتفرجي فيا وباغا شي حاجه من قلبك وربي ما يسرهاش لك، واخا تخبطي باش انك توصلي ليها، تبتي مع راسك، تنفسي، ذكري الله، حاولي ترجعي للور، وهنا غادي تفهمي باللي انه ديك الحاجه ما فيهاش خير ليا، حيت لو كان فيها الخير كان ربي ما غاديش يبخل عليا بها. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من حكايه الليله، عافاكم من فضلكم. هاد الحكايه وهاد القناه ما بغيتهاش توقف عندكم جيرانكم، اصحابكم، اي واحد عزيز على قلبكم شاركوها معاه. بغيت كل شيء يستفد من الاخطاء ديال الناس ومن العبار ديال الناس، هذا هو الهدف الاول والاسمى. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومبروك عواشركم بالصحه والسلامه والخير والتيسير. واكيد كاينه سلسله في هذا رمضان بالنسبه للناس اللي كيسولوا عليها، غادي نجاهد واخا راه صعيب عليا ودازت عليا داك العام العذاب، ولكن انا كنقلب على ربي فهاد الامور البساط اللي كيزيدوا بكم حتى نتوما القدام. فدمتم في رعايه الله وحفظه، تسناوني ان شاء الله بعد غدا، ما تبخلوش بالتعليق ديالكم على صاحبه الحكايه وانكم تضغطوا على زر الاعجاب. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا مره اخرى. سلام سلام.